عليه خطوات الطاقم، فأعطيني شوية تركيز باهي. هو خطوات الطاقم راهو في أولى من الشهرة، خطوات الطاقم في سنة ثانية، ثانية وثالثة ورابعة، حتبدأ فازة الريموت في ثانية وثالثة والفيكسد والكلام كلها طاقم الطواقم المتحركة والطاقم الثابتة، كلام في سنة ثانية. بس أنت في معلومات لازم تعرفها، مش تفهم من الكلام المكتوب عندك الشيء، أوكي؟ رقم واحد، جاك شايل في العيادة وما عندهاش سنون بكر زي هذا، تواضع ما عندهاش أسنان بكر، هذا نقولوا عليه كومبليتلي ديشرس. كومبليتلي ديشرس معناه كنا ما عندهاش أسنان بالكامل، صح؟ وقال لك أنا بدير طاقم، جاك في العيادة وقال لك أنا نبي ندير طاقم. أول حاجة تبي تاخذ الترين، أول حاجة بتاخذ شنو يا جماعة؟ تاخذ الترين، الترين العادي اللي يستخدموا فيه، الترين العادي هذا اللي يجي من المصنع نسموه فيه كاستوم ترين، أو نسموه فيه ريدي ميد ترين. ريدي ميد ما جاهز، ما واتي من المصنع، يسموه فيه كاستوم ترين أو ريدي ميد ترين. تاخذ الترين تاعك وتحط فيه إمبريشن، ها؟ تاخذ الترين تاعك وتحط فيه شنو؟ إمبريشن. يعني رقم واحد تبي توازي الترين تاعك، خطوات الطاقم، ها؟ تبي توازي الترين تاعك. ده رقم اثنين تبي تدير إمبريشن. بس أفضل هذه، الإمبريشن اللي يديروا بها في البداية نسموا بها برايمري إمبريشن، نقول عليها برايمري إمبريشن. يعني أول إمبريشن اللي يديروها للشيء الكبير هذا شو نسموا بها؟ الإمبريشن الأولى هذه نسموا بها برايمري. كويس، درت الإمبريشن بتاعك، هاي درت الإمبريشن بتاعك، أول إمبريشن بتديرها شو بتسميها أنت؟ تسميها برايمري. درت الإمبريشن بتاعك وجو سمح بعد فور، بعد شو نديره؟ بعد نصبه كاست، بعد شو نصبه كاست، بس نصنعه كاست. قال لك أول كاست نصنعوه وقت يسموه فيه ستادي كاست، يعني أول كاست يتم تصنيعه شو يسموه فيه هذا؟ بعد ما نديره إمبريشن، معناها بعد ما نديره إمبريشن نصنعه شنو توا؟ ثالث خطوة عندنا نصنعه كاست. بسؤال، الكاست أول واحد نصنعه شو يسموه؟ ستادي كاست، يسموه ستادي كاست، أو هذا ستادي كاست. بهي تمام، أول معلومة اللي نبيها، ستادي كاست يتم صناعته تايب 2. ستادي كاست في الامتحان يتم صناعته بأي جبس تايب 2 اللي هو اسمه إمبريشن بلاستر، أو سوري اسمه مودر بلاستر أو دنتر بلاستر. معناه تايب 2 أول استخدام له أن تستخدمه فيه في صناعة حاجة اسمها شنو؟ ستادي كاست. أو تايب 2 الجبس هذا ريتا، هذا نوع شنو أنا؟ تايب 2. أوكي؟ بي واحد يقول لي يا دكتور بي ستادي كاست هذا نقدر نديرو بيه، مازال الرؤية مش واضحة. قال لك شنو؟ ستادي كاست هذا نصنع عليه تري من فوق، نصنع تري خاص بالمريض، ناخذ ستادي كاست هذا ونبدأ نصنع عليه تري من فوق. قال لك التري اللي صنعوه للمريض يسموه فيه سبيشال تري. يعني كيف الدكتور ما فهمتهاش هذه؟ كيف تصنعوا عليه تري من فوق؟ بحث معي في راس مالي شو تخيلها؟ هيا ريتها تمام، تحكي فيه هنا تو انا واخذين ستادي كاست هو ومصنعين عليه شنو؟ تري. هو ريتها هذا لور تري، هذا سبيشال تري، هذا لور تري وهذا ابر تري. تمام؟ معناها الخطوه اللي بعدها، الخطوه رقم ثلاثه، انه شو بنصنعوا؟ الخطوه رقم اربعه سوري، بنصنعوا شنو هنا؟ سبيشال تري، صنعوا سبيشال تري. هذه الخطوه رقم كم؟ اربعه. كويس، تعالي الخطوه رقم خمسه تو. بدي نصنعوا سبيشال تري، تو ناخذوا امبريشن مره اخرى. سكندري. تمام؟ ناخذوا امبريشن الثانيه يسموا فيها فاينل امبريشن. ناخذ امبريشن من التري هذا، من يقول لي ادق البرايمر ولا فاين؟ فاين. علاش ادق الفاين؟ لان قضيتها بتري خاص بالمريض، تري هذا خاص بالمريض تجد ادق، لكن التري اللي جاي من المصنع ماهوش دقيق، تقريبي بس التري اللي جاي من المصنع هذا دقيق سبيشال تري. هذا معناها لما تاخذ سبيشال تري راح تشوف الديره تبي تدير امبريشن ريتها، الامبريشن هذه بتسميها فاينل امبريشن، بتسميها شنو انا؟ فاينل امبريشن. خلاص طول اجديد الموضوع أجل أجل الإمبريشن الأخيرة بنسميها شنو؟ فاينل إمبريشن أو سكندري، أو بنسميها سكندري عادي الإمبريشن الثانية. خطوات الطاقم هذه كلها خطوات طاقم، درنا الإمبريشن مرة أخرى الثانية شو بنسموها الثانية؟ فاينل. كالعادة الإمبريشن شو بنصبوا عليها؟ صبوا عليها جبس صح؟ بنصنعوا من؟ كاست، أبطل كاست. قال لك الكاست الثاني اللي صنعوه يسموا فيه ماستر كاست، أهوالي فاينل. الكاست التالي اللي صنعوه يسموه بيه ماستر كاست. قال لك شنو؟ ان الماستر كاست يتم تصنيعه بتايب 3، يتم تصنيعه بمن؟ معناه تايب 3 يستخدم في صناعه حاجه اسمها شنو؟ ماستر كاست. في الامتحان حتجي، في
الامتحان عجيب. يقول لك ستادي كاست في من صنعوا تايب 2 داي والماستر كاست من صنعوا تايب 3 اوكي. ده سؤال سؤال واحد اخر. من اقوى ومن احسن؟ ماستر خير ليش ماستر قوي هنا مصنوع تايب 3 وتايب 3 ستون. انت كانك تلاحظ ستون لونه اصفر ديما اللي لونه اصفر اقوى من اللي بدري. بدري لونه ابيض راستادي لونه ابيض تخيل ومصنع ما ينكسر. لكن اللي بيقول لونه اصفر تلقاه قوي لانه مصنوع مادة ستون. ستون ديما عاده لونه صفراء او زرقاء على حسب الكلر اللي يحطوا فيه. باهي تمام. معناه في الامتحان في الامتحان لما يسالك يقول لك ستادي كاست صنعوه بالمادة تايب 2 باهي الماستر كاست صنعوه بالمادة تايب 3 ماشي تمام ماشي 100%. واحد يقول لي يا دكتور الماستر كاست هذا شو بديروا عليه؟ الماستر كاست هذا نفسه صنعوا عليه في الطاقم. الطاقم في المعمل مش انت بتصنع في المعمل يبدي يصنع عليه في الطاقم. يعني يدير حاجه اسمها دينشر بيز ويدير حاجه اسمها كلوزر رم يدير حاجه تواجه هنا باهي. يبقى الماستر كاست سموه ماستر ماستر معناها حاجه امبورتنت حاجه مهمه. ان الماستر كاست هذا هو اللي يتم عليه صناعه شنو توا؟ صناعه الطاقم اوكي؟ حيبدوا يصنعوا في الطاقم ريكا تمام بدو يصنعوا في الطاقم. الطاقم هذا بدل الطاقم يصنعوا فيه طبعا الطاقم يصنعوه على من؟ من هذا؟ على الماستر كاست بدو يصنعوا في الطاقم. بس نعطيك معلومه نعطيك معلومه افضل هذه يعني توا هذه هي اللي تبي فاهم شوي. الطاقم ديما اول ما يصنعوه في البدايه مصنوع من الوكس كله. تحب فيها الماده هذه كلها؟ عباره عن شمع كلها وكس. الطاقم اول ما يبدو يصنعوا فيه في المعمل في البدايه بيش يصنعوه؟ ما يصنعوه بوكس وبعدين الوكس هذا يذوبوه ويحطوا مكانه ماده الطاقم. بعدين ايش يديروا للوكس هذا؟ في واحده من الخطوات قدام ايش يديروا للوكس هذا؟ يذوبوه ويبدوا يحطوا في ماده الطاقم. ماده الطاقم ما زال بدري عليها ماده اسمها ريزن قدام احنا اخوان اكريليك ريزن ماده الطاقم. يعني الوكس هذا هل بيقعد ولا المفروض يذوب الوكس هذا؟ يذوبوه. ده دكتور كيف يذوبوه الوكس هذا؟ شنو بولعك يذوبوه ولا شيء يديروا له؟ لا يذوبوه يحطوا فيه في طرف حديده اسمه فلاسك او ريته او ريته شوف هذا تمام. الوكس قاعد هنا تمام ويحطوا فيه في طرف حديده. تفكري طرف حديده هذا شو يسموه فيه طرف حديده هذا؟ اسمه فلاسك. ياخذوه ويحطوه في ميه ساخنه. ياخذوه ويحطوه شنو هنا؟ في ميه ساخنه. لما تحطه في ميه ساخنه شيء هذا مفتوح هذا ذايب هذا مش قاعد الوكس هذا ذايب كله الوكس باهي. شو ندري للوكس لما تحطه في ميه ساخنه شو يصير لكل الوكس هذا؟ يذوب. افضل طرف الحديد هذا اسمه فلاسك. كانك تلاحظ حاجه على السبوره كانك تلاحظ حاجه على السبوره ان طرف الحديده اللي اسمه فلاسك هذا معرفه بجبس من جوا ريتها حكينا بيها هذا شنو هذا؟ جبس. الجبس هذا حاطينه في الفلاسك جوا حاطينه وين؟ بجهاز اسمه فلاسك هذا. الجبس يحطه فيه في الفلاسك هو تايب 2. الجبس يحطه فيه في الفلاسك اسمه تايب 2. كذا اقرا النقطه الثانيه في الشيت عندك. النقطه الثانيه في الشيت قال لك ان التايب 2 يستخدموا فيه في عمليه اسمها فلاسكينج. يا جماعه فلاسكينج معناها حطيناه في المن حطيناه في طرف حديد. ايش اسمه طرف الحديد هذا؟ هذا اسمه فلاسك. واحد يقول لي يا دكتور الفلاسك هذا شنو وظيفته؟ الفلاسك هذا نحطه في الجبس او نحطه الطاقم كله في ميه ساخنه نعبوه جبس ونعبوه الطاقم هذا وميه ساخنه والوكس شنو يبدا يصير له؟ يتبخر ويخش مكانه بعدين يحطه مكانه عنده يصبه بمنطقه الجبس هنا ويسلموه المريض. بحت مين؟ اول بلاس كريكا باش تخيل اول باش تخيل معايا اول بلاس حاول تخيل معايا روع حقه نبيك هذا كله شوف الشرح هذا كله نبيك تاخذ كلمه واحده الكلمه هذه لقطها في سنه اولى باهي ما لقطتهاش حتاخذها في ثانيه بالتفصيل باهي. اول بلاس الجهاز طرف الحديد هذا اسمه بلاس شو نديروا على بلاس هذا؟ نحطوا فيه ماده الطاقم جوا طبعا من البدايه يحطوها شمع ونعبوه جبس. الجبس اللي نعبوا فيه الفلاسك تايب كم؟ تايب 2. نحطوه في الفلاسك هنا ونسكروا الفلاسك ونحطوه في ميه ساخنه ونعلوا الميه ساخنه الوكس اللي جوا كله شو يصير له؟ يتبخر ويذوب وبعد نحطوا ماده الجبس ونسلموه للمريض. نحطوا ماده سوري الطاقم ونسلموه للمريض. اوكي انا نبيك تاخذ معلومه واحده بس تو تاخذ معلومه واحده ما تستعجلش. ان الجبس اللي حطيناه في الفلاسك اللي هو شنو؟ تايب 2. هذا علاش كاتب لك كلمه شنو هو؟ فلاسك. اوكي؟ كويس. داهي مازال في عندي معلومة واحدة أخرى. نحن مرات ناخذ في جهاز أفضل معلومة ثالثة أخرى ناخذ في الطاقم ونحطه فيه على جهاز اسمه أرتيكيوليتر. بحت معايا خطوة هي بحت معايا هذه خطوات الطاقم كلها ثانية خطوات تواجد الطاقم. داهي ناخذ تعرف في جهاز الحديد هذا
كفاية الحديد هذه. الحديد هذه حتفضل سنة ثانية أولى ما عندكش بكر. هيسموه لك بالعيد. نحن زمان بداية سنة عطول لنا طرح الحديد هذا. الجهاز هذا اسمه articulator. articulator. أنت اسمك. عارف الجهاز هذا كأنه شنو؟ الارتيكوليتر هذا كأنه فم المريض. كأنه شنو هذا؟ فم المريض. يعني أنت كأنه يدرس العلاقة بين المجزلة والمهدي. تمام؟ أنت تحط الفكين على بعضها هيك وتبدأ تحاول تشوف هل يسكر كويس ولا لا. نديروا كيف تقييم هيك نديروا في حاجة اسمها جو ريليشن. يعني ايش معنى كلمة جو ريليشن؟ علاقة الفكين. باهي. شو نديروا نحن؟ في واحدة من خطوات الطاقة ما طلع لي اياها. انثبتوا الطاقة مرة انثبتوا فيه في الجهاز هذا. عطى لي الطاقة مرة انثبتوا فيه في الجهاز هذا. شو اسمه الجهاز هذا؟ articulator. عملية تثبيت الطاقم في الجهاز هذا يسموا فيها mounting. شو يسموا فيها؟ يعني لما تسمع كلمة mounting شنو معناها كلمة الدكتور؟ تقع عندك نقطة ثلاثة. لما تسمع كلمة mounting إن نحن نثبت الطاقم في الarticulator. نثبت الطاقم في شنو؟ في الarticulator. يا دكتور واحد يقول لي يا دكتور الجبس فيش يستخدم؟ الجبس هو ريكا. حك فيها بقى. هذا عبارة عن من؟ عبارة عن تايب 2. عبارة عن من هذا؟ جبس شنو هذا؟ تايب 2. يعني تايب 2 شو نديروا به أخرى؟ اللصقوا به الطاقم في الارتيكوليتر. اللصقوا به من؟ الطاقم في الارتيكوليتر. كيف اللصقوا الطاقم في الارتيكوليتر؟ عن طريق الجبس من هنا؟ تايب 2. معناها يسألك سؤال في الامتحان، سؤال يجيك كالتالي ما يخشلكش في الشرح اللي قلت لك يتوه. كل أجل سنتين خطوات الطاقم موجودة. لكن معلومة واحدة بس شنو هي؟ نحن لما بنلصق الطاقم في جهاز اسمه articulator شو اسمها العملية هذه؟ هذه اسمها mounting. باهي سؤال لما بنلصق الطاقم بالarticulator اللصقه بتايب كم هنا؟ معناها تايب 2 عند استخدام واحد أخرى نستخدمه به بالمن؟ بالmounting. شو معناها كلمة mounting أنا؟ تثبيت إن اللصقه من بالمن؟ الطاقم بالجهاز الطاقم بالarticulator باش يشوفوا حاجة اسمها جوريليشن علاقة الفكين ببعض. علاقة تشوفوا علاقة المجزلة بمانديبول. يا جماعة هو في شياب كبار وفي شياب كبار تلقى المجزلة هو المقدم. في شياب كبار تلقى المانديبول هو المقدم. فهمت قصدي؟ فأنت بتدرس علاقة الفكين هنا كيف تدرسها العلاقة هذه؟ تدرسها يعني خمس دقائق. تمام؟ علاقة الفكين عن طريق من هنا؟ عن طريق شنو؟ تايب 2. أوكي؟ كويس. هذا بالنسبة لاستخدام التيرمز. يبدأ انثبتوا معلومات. أعطى الجزئية اللي تبي فاهم شوية. الجزئية اللي تبي فاهم. تايب 2 فيش يستخدم عند توه؟ كم استخدام؟ أكثر واحد يبي شرح تايب 2. 3 و 4 وسهلات بكر ما بين شيء. تايب 2 هو اللي فيه فكرة. معناها تايب 2 الاستخدام الأول استخدمه فيه حاجة اسمها شنو؟ ستادي كاست. هذا أول كاست يتم تصنيعه ويتم تصنيعه طاقة. بيشتمتوا عليه شنو؟ اللي هو سبيشالتي. نستخدمه فيه حاجة اسمها فلاسكي. فلاسكي قال لي شو فكرتها كمفهوم هكي؟ أن ناخذ الطاقم عبارة عن وكس نحطوه في طرف حديدة اسمه فلاسك ونعبوه بجبس من جوا. الجبس اللي نعبوه بيه تايب كم؟ نسكره الفلاسك ونحطوه في مية ساخنة جوا عالية. الوكس يتبخر والوكس هذا يتبخر تحطه بداله مادة الطاقم ونعطوه المريض ويروح بيه. تمام. النقطة اللي بعدها نديروا حاجة اسمها ماونتينج. شو معناها كلمة ماونتينج؟ إن نحن نثبتوا الطاقم بالمن؟ جهاز اسمه articulator. هذا حتاخذه في سنة ثانية. هيسلموه كم وتدير القصة هذه. الارتيكوليتر اوكي؟ باهي لما بتلصق الطاقم بالارتيكوليتر تلصق بجبس شنو على الجبس هذا؟ تايب 2. تايب 2 معناها يستخدم بشنو هنا؟ تلصق الطاقم بالارتيكوليتر هذه يسموها فيها تايب 2 او مانجيك اوكي؟ ده عندنا حاجة واحدة أخرى. عندنا حاجة واحدة أخرى. الطاقم هذا أو تايب 2 هذا يستخدموا فيه في حاجة اسمها أفراليا. حاجة اسمها دينشر ريبير. إصلاح الطاقم. دينشر شو معنى كلمة ريبير؟ إصلاح الطاقم. يعني مرات ما نقولها لك بشكل سريع كباهي. يعني مرات يجيك شايف في العيادة وقال لك أنا الطاقم يا دكتور أنا الطاقم تاعي مكسور. هذا إنه هو يأكل عليه قصر. صار منه شو بدي له؟ تلبس له طاقم ودي له إبريشن. تقول يا حاج دقيقة تعال حتى هو مكسورة. تلبس له طاقم جوا ودي له شنو؟ إبريشن. طلع الإبريشن تصب عليه شنو؟ كاست. خلاص الكاست هذا أنت بتدير عليه فيه ريبير أنت. تدير عليه إصلاح في الطاقم. الكاست اللي انت صنعته مصنوع من من؟ تايب 2. معناها تايب 2 ممكن نصنعه منه كاست عشان الكاست هذا يساعدنا في عمليه شنو؟ الريبير. الريبير شو معناها كلمه ريبير قلنا؟ اصلاح اصلاح. هذين اربع استخدامات بتاعت من؟ تايب 2.
تمام على السريع اخر مره قبل اخش على 3. 3 ما في شيء. 3 و4 و5 سهل فكره. تايب 2 هو اللي فيه افكار. اه تايب 1 ايش استخدم؟ رقم 1 ستادي كاست. شنو ستادي كاست هذا؟ اول امبريشن. هذا اول كاست يتم تصنيعه بعد شنو؟ نحن نصنعه بالطاقه. هذا مش نصنعه عليه سبيشال 3. بعد نديروا فيه العمليه اسمها شنو؟ بلاستيك. نحطوا الطاقم في طرف حديد هيك اسمها بلاست. حديد هذه اسمها بلاست. ونعبوه بتايب 2 ونسكره ونحطه بفرن. تبخر ويستبدل بالطاقه. نديروا فيه عمليه اسمها ماونتنج. شنو هي الماونتنج؟ ادابتور مانيو. طاقم الارتيكوليتر. جهاز اسمه ارتيكوليتر. هذا كانه فم في المعمل جوا. كانه المريض مش قاعد وكانه فم قاعد. بتدرس العلاقه بين الفكين. ويستخدم نصنع منه كاست مش نديروا حاجه اسمها شنو؟ لينشر ريبي. اوكي تعالي تايب 3 خلاص توك من التو. الصفحه اللي بعدها ما فيهاش المكرر شطبه لي كلها ممكن تقول لي كمكرر انت. تمام